علينا على التغلب على كل الظروف الصعبة والنجاح المتميز. ألف مبروك، الله يبارك ألف حضرتك. مبروك، وألف مبروك، ألف مبروك ليكي يا رودينا. وأنا عايز أقول النموذج لمحمد ورودينا بيقول إيه؟ إن رغم كل التحديات، لكن بالإرادة والإصرار والجهد والثقة في النفس حققوا النتيجة دي. وفي غير منهم كتير نماذج يمكن ما تكونش موجودة معانا دلوقتي، ده بيدينا احنا الأمل ان احنا رغم كل التحديات اللي عندنا هنقدر ننجح فيها ونتجاوزها. ايوه، فمبروك محمد، مبروك يا رودينا، وارجو ان احنا لو سمحتم نحييهم. انا مش عارف اقدم لكم ايه يا رودينا، نفسك في ايه تاني غير ال انا بدات برودينا محمد عشان هي يعني فتاه يعني. اتفضلي، نفسك في ايه يا بابا؟ هو انا يعني ان شاء الله نفسي ان انا اكون صحفيه متميزه. انا الحمد لله بكتب مقالات وقصص قصيره من صغري، فنفسي ان انا استغل الموهبه دي في ان انا اخدم بلدي باني اعرض قضايا ومشكلات اسلط عليها الضوء. طبعا المجهودات ما شاء الله مبذوله، وطبعا حضرتك سيد الرئيس مشكور عليها، لكن انا يعني حابه ان انا يكون ليا دور بقى واقدر اساهم في اني اساعد الناس واساعد اي حد محتاج ان هو يتسلط الضوء عليه اكتر يعني. واحنا عايزين دورك ده، بس قولي لنا ايه اللي ممكن نعمله معاك دلوقتي لو كنت مجهزه حاجه يعني. لا، هو انا يعني ان شاء الله هدفي هي كليه اعلام جامعه القاهره، دي هتنمي موهبتي اكتر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. محمد، انا نظرا للظروف اللي عديت فيها بلدنا ما فيهاش مستشفى، واحنا عددنا اكتر من 200 مليون نسمه. 200 مليون 200 الف. طيب يا محمد، فكان نفسي يتعمل مستشفى في البلد. والله احنا كلنا نفسنا نعمل مستشفى في كل حته يا محمد، وده مهم. شوف النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، والنهارده ابننا بيقول ايه يا دكتور مصطفى؟ انا مش بقول لدكتور مصطفى اعمل او ما تعملش، الدكتور مصطفى بيعمل اقصى ما يمكن يا محمد، لكن المطلوب في ظل انا مش عايز اخلي اللحظه الجميله ديت يعني نتكلم فيها كتير، لكن حاضر حاضر لاجل خاطرك يا محمد. حاضر.